التوصيل. برنامج الأغذية العالمية استطاع الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، وبالتالي استمعنا أيضا إلى مناشدات السيد لوكاكو، وقد أشار إلى أن التعهدات المالية يجب أن تنفق، وذلك الاستجابة للمسألة الإنسانية الطارئة. أود أن أسلط الضوء على حالة أطفال اليمن، وهي مسألة تقلقنا. الأطفال هم ضحايا هذا النزاع، و يستخدمون بنطاق واسع ويجندون أيضا، وبالتالي علينا أن نعزز من إجراءاتنا لحماية الأطفال في النزاع باليمن، وبالتالي يجب أن نحمي المدارس وأن نشجع المدرسين والعاملين في الحقل التعليمي أن يستأنفوا عملهم في ظروف ملائمة. أود أن أشيد بالعمل الممتاز الذي تؤديه اليونيسف وقيادة المدير التنفيذي، وهذا قد سمح بإعادة بناء 6 مدارس وسداد رواتب أكثر من 100,000 من المدرسين في 11 محافظة. وهنا أود أن أؤيد المطالبات التي تقدم بها السيدة فور. وأخيرا وأختتم هنا، يجب علينا أن نعي تماما أن إعادة إطلاق العملية السياسية بأقرب فرصة ممكنة هو جزء من الجهود المبذولة وهو أولوية، ولتحقيق هذا من الضروري للأطراف أن تظل مستمرة بجهود الفريق لوريس جارد والمبعوث الخاص وأن تؤدي دورا بناء. النتائج المبدئية في الحديدة يجب أن تكون أساسا لكي تكون هناك حلقة تجاه حل سياسي وإعادة الثقة بين الأطراف. الحل العسكري ليس خيارا هنا، إن إعادة إطلاق المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يأخذ بالاعتبار التنوع في الأطراف اليمنية المدنية وكذلك السياسية، هو السبيل لإنهاء الأزمة الإنسانية بعد اعتماد القرارين 2450 و2450 بالإجماع. مجلس الأمن يجب عليه أن يدفع من أجل تعزيز الديناميات التي بدأت في ستوكهولم. إن حشد الجهود الجماعية ووحدة المجلس دعم لجهود المبعوث الخاص كلها ضرورية في هذا المجال، وهي أهم عنصر نتعامل معه من أجل تحقيق السلام. أشكر ممثل فرنسا على بياني، والآن أعطي كلمة لممثل الكويت. شكرا سيد رئيس. بداية سيد رئيس، أتقدم بالشكر للسيد مارتن جريفيث والسيد مارك لوكوك والسيدة هنريتا فوري على حاطتهم القيمة والشاملة تقدموا فيها، والشكر كذلك موصول لسعادة سفير بيرو بصفة رئيسة لجنة الجزاءات عملا بالقرار 2140. سأركز في كلمتي على موضوعين وهما التطورات السياسية والأمنية والتطورات على الصعيد الإنساني. أولا التطورات السياسية والأمنية، فبعد صدور قرارين 2451 و2452 والذين أتاح إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم والممثلة في لجنة تنسيق إعادة انتشار RCC، وما تلا ذلك من اجتماعات لهذه اللجنة أسفرت عن اتفاق للتنفيذ مرحلي لإعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة، وبشكل يضمن وجود إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة انتشار بأطرافها الثلاث. أخذنا علما بما تم يوم السبت الماضي من بدء انسحاب أحد الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والتي تأتي كجزء من المرحلة الأولى من مفهوم العمليات. ونود أن نشير هنا بأنه من الضروري بمكان وجود دور محوري للجنة الثلاثية للمراقبة والإشراف، وبما يمكن للحكومة اليمنية من ممارسة دورها السيادي في عملية المراقبة على عملية إعادة انتشار في مدينة الحديدة. فالتطورات السياسية في الأزمة اليمنية ارتهنت خلال فترة الخمسة أشهر الماضية من مجريات المتابعة والمراقبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم،
والذي لم يشهد رغم مرور تلك المدة أي إجراءات كفيلة بتحقيق المقاصد المرجوة منه، فما زالت تعز تعاني من أثار الحصار المفروض عليها منذ ما تجاوز 4 سنوات، وذلك الحصار الذي يولد كل يوم معاناة لسكانها من المدنيين نساء وأطفال. لم تشهد أي إجراءات ملموسة نحو تحقيق تفاهمات تعز، إضافة لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، والذي وعلى الرغم من الاجتماعات المتوالية للجنة الإسرافية المعنية، إلا أن أعمال تلك اللجنة واجهت العديد من التحديات المتصلة في تنفيذ الاتفاق، والمتصل بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين.